لفوا أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة فيديو صيد يمام، حبيت أشارككم في البداية. طبعا كان في ناس سألتني في الفيديو اللي فات عن القعدة البلاك هوك، قعدة ميت إن إيجيبت، صناعة مصرية وعدسات ألمانية. بالنسبة للسيتنج بتاعتي أنا بستخدم معايا طبعا الـ FXMT2 مع الاكزاكت 15 جرين قاعدة البلاك هوك، كاميرا جو برو، السكوب هوك سايد ويندر 6.24-6.56. السرعة بتاعتي 274 متر في الثانية. اتمنى الفيديو يعجبكم ويلا بينا نشوف. حلو كفو كفو كفو
ان شاء الله. يا ولد يا ولد كفو كفو والله. كفو كفو والله. والله العظيم كفو كفو كمان. كفو كفو عاش الله عاش البطل. شوف حلاوتها شوف حلاوتها. ما شاء الله ما شاء الله. خلصنا الحمد لله رحلة الصيد. النهاردة رحلة الصيد كانت بواسطة صديقي جلال. كان له نصيب كبير قوي من الضربة بتاع النهاردة. يا رب في الاخر الرحلة ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. وما تنسوش اذا الفيديو عجبكم لايك واشتراك في القناة. اذا في حاجة في الفيديو يعني ياريت تعليق وبرضو لايك واشتراك في القناة. السلام عليكم.
بس ايه رايك في الرحله بتاعت النهارده يا جدع؟ روعه الروعه والله، كانت حلوه صح؟ روعه الروعه. هو الموقف اللي حصل لنا الصبح ده، بس الصحبه الحلوه حبيبي، بس يعني الموقف الصبح ده بنبيتك لما باظت. يلا بقى فرقه فرقه، بس احنا قاعدين بواحده بقى لا بس انت النهارده ضربت نصيب الاسد النهارده ان شاء الله، وضربت لك الضرب مناوله مش مقاوله يعني. لا بس كده ضربة حلوة. بص هيبقى فيديو هيعجب اللي هيشوفه. فشخ ولا هيعجب اللي هيعجب الناس؟ يا عم احنا بنصور عشان الكلام ده هنزله في الفيديو والله. الكلام ده هنزله في الفيديو، بلاش فشخ. لا 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 بلاش الكلام ده، احنا رحنا بس كانت حلوة والله. رحنا والله رحنا حلوة. انا بس 10 على 10 طالعين ايه قبل الفجر؟ قبل الفجر. لا احنا خلينا الفجر، بس كنا جاهزين يعني، خلينا الفجر جنب العربية. الحمد لله. يلا احنا جايين ان شاء الله.